السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم واحد البريوات كيجيو زويونين كيجيو بنينين. المهم والأهم أنهم يعني عامرين بالحديد، مفيدين للجسم بزاف سورتو في هذا الشهر الكريم. بالنسبة للمقادير كنحتاجو الكبدة، هي الأساس تاع هاد البريوات، غيكونوا يعني بالكبدة، كبدة تاع الدجاج ماشي بقري ولا غنمي، تاع الدجاج. هنا عندي هاد الطبسين، ما عرفتش شحال عبر ليا، قلت لي عبر ليا، المهم واش رابعه ولا اكثر ولا ما عرفتش شحال فيه. المهم نتوما غديروا على حساب يعني الكميه اللي بغيتو. عندي هنا بصله مشلضه، خلطت ما بين البيضه والحمراء، جوج بصلات. هنا عندي زيتون مقطع، ربيع فيه قزبر معدنوس، حامض مرقد، والحار بالنسبه اللي كيبغيو الحار. الفيرميسيل شينواز، كيف قلت لكم انا ما كنديرهاش في الماء سخون، كنديرها في الماء بارد، كنخليها شحال من ساعه وهي مرقده باش كترطب، كتجي مفرزه، كتجي من الاحسن في الماء بارد، احسن من ما كتجي معجنه بالماء سخون. الورقه تاع البسطيله، وغندير شويه تاع هذا السوجا، وشويه تاع الزيت. وهنا في التوابل عندي قزبر كارم، سكينجبير، تحميره، بزار. وكيف ما كنعرفوا الكمون كيتواتى مزيان مع الكبده، ديروا الكمون مليحه. هاد التوابل عندي، هاد التوابل مخلطه، كنشريهم كنديرهم في بسطيله تاع الحوت، غندير منهم غير واحد شويه. وعندي عاوتاني التحميره حاره. المهم غادي نديروا هاد الشيء كامل ان شاء الله يتشحر على البوطه ونكملوا ان شاء الله. ها نتوما كيف ما كتشوفوا درت البصله، غندير عليها هذا الكبده. البنات اللي بغات تغليها في الماء واحد شويه تغليها، انا كنفضلها هكا باش تبقى يعني كامل العناصر ديالها يبقاو فيها. ندير لقامه، سكينجبير، قزبر كارم، عينكم ميزانكم في لقامه، شوفوا الكميه اللي نتوما كتبغيو ديروها كل واحد، وكيفاش كاين اللي كيقوي لقامه، كاين اللي ما كيقويش بزاف. المهم نتوما شوفوا على حساب، ديروا لي غيواتيكم. كامل غندير شويه حتى طيب وعاد غدا نزيد. صافي هاد اللقامه اللي ديتكم مخلطه، اللي ما عندوش ما يديرهاش، ماشي بالضروره انكم ديروها، غير هادشي راه كافي. صافي والمليحه هادو، بالنسبه لهادو حتى تقرب الطيب عاد غادي نزيد. دابا غندير غير شويه تاع القزبر والمعدنوس، ومن بعد عاد غادي نزيد ملي تقرب الطيب. ماشي على هاد الكميه كامله غنديرها، بزاف ما غاديش ندير كلشي. المهم شويه تاع السوجا والزيت باش هادشي يطيب. فوالا نديرهم فوق البوطه يتشحروا مزيان. صافي انا درتهم يتشحروا، غنزيد واحد شويه تاع زيت الزيتون، غير شويه حيت درت زيت الاخر. وزدت واحد راس تاع الثومه، غير النص تاعو، غير صغير هو، غير شويه، لحقاش بعدا دوك كتعرفوا رمضان يعني من الاحسن نتفاداو الثومه لحقاش مكروهه، درت غير واحد شويه. صافي المهم نخليه يتشحر ان شاء الله ونكمل معاكم. صافي المهم ها هو بدا كيطيب تقريبا نص طيبه ولا اكثر. غادا نزيد الحامض مسير، غنزيد الزيتون، نزيد قزبر معدنوس والهريسه، الكمون حتى نطفي عاد غادا نزيد ان شاء الله عاوتاني الكمون. صافي المهم ها هي العماره تاع البريوات طابت، غادي نزيد عليها ان شاء الله الفيرميسيل. وغنزيد هكا شويه تاع القزبر والمعدنوس باش تبقى ديك البنه ديالو في الاخر كتكون بنينه، كيجي زوين من ما كيكونش طايب. والكمون كيف قلت لكم اللي غنزيد حتى الاخر، ندير شويه تاع تحميره حاره. صافي ان شاء الله نخلط هادشي مزيان مع بعضياتو يبرد ونعمر ان شاء الله. صافي ها هي العماره تاع البريوات، ها هي وجدات وبردت، ودابا ان شاء الله غادي نعمرهم. هاني قسمت الورقه على جوج، صافي غادي نبدا ان شاء الله ندوي. يعني راه كلشي تبارك الله كيعرفوا يدويو البريوات، انا المهم غادي ندير قدامكم بالنسبه اللي ما كيعرفش. ها انتم على هذا الشكل،
دراهو هادشي يعني راه شي وصفه شي حاجه اللي معروفه عالميا، كل واحد شنو كيسميها هي راه نفس الحاجه. فحال الجزائريين كيقولوا لها لقد البوراك، كيقول لها لي ساموسا، فحال في فرنسا كيقولوا لها لي ساموسا، السمبوله ولا ما عرفت السمبوسه، سمبوسه وقيله واش العراقيين ولا ما عرفتش شي دوله عربيه هكا. المهم كنبدا نديرها ونحط. انا دابا قطعت هذاك الزيت قطعته، انا غنوريكم يعني لما بغيتوش تقطعوه كيفاش تخشيوه. هذا حنا عندنا الورقه كتباع هكا ماشي رطبه ديال هانتوما، كنقطع هنايا صافي نخشي هذا نخشي هنا. هذه عندنا شويه قاصحه ماشي بحال ديالكم نتوما، بحال في المغرب كتكون رطبه، هذه كتباع في المكازا هكا دايره كتكون شويه واقفه. صافي فوالا غادي نكمل كاع هاد الكونتيتي اللي عندي ان شاء الله وندوز نقليهم.